شهدت العمليات العسكرية المستمرة التي تخوضها القوات العراقية لطرد مسلحي داعش من قرى محيط بلدة مخمور في محافظة نينوى إلى نزوح عشرات العائلات العراقية الهاربة من مناطق المواجهات. رجال، نساء وأطفال فتحت لهم المعارك ثغرة في جدار الرعب الذي أحاطهم به داعش طيلة الأشهر الطويلة الماضية. لجأوا تحت نيران القصف المتبادل إلى القوات العراقية التي نقلتهم إلى مواقع آمنة داخل مدينة مخمور. مئات الأطفال والنساء وحتى الرجال وزعتهم سلطات إقليم كردستان على مواقع إغاثة مؤقتة في المدارس والمؤسسات العامة وحتى المسارح، على أمل أن يعود هؤلاء النازحون إلى قراهم حالما يتم تطهيرها نهائيا من المسلحين. سكاي نيوز عربية التقت بعض هؤلاء النازحين فقدموا شهادات عن حياتهم التي تغيرت منذ أن بسط تنظيم داعش سيطرته على محافظة نينوى قبل نحو عامين. والله أجبرونا عن البيعة، كل ما يجمعونا تعالوا بايعوا وتعالوا قاتلوا، من ضمنهم عراقيين ومن سوريا. يقول النازحون أن عناصر داعش فرضوا قوانين صارمة على السكان وغيروا حتى مناهج التعليم في المدارس، حيث أصبحت تحرض الأطفال على التشدد والعنف. المنهاج غيروا المنهاج، المنهاج التدريسي، فرضوا مناهج إسلامية بها تشديد، تحريض على القتال، تعليم للأطفال يعني من سن الصغار، يعني يعلمونهم على العنف والتشدد والتطرف. مرة ما تطلع من هي اللي هناك مترين إذا ما مخمر كامل، ومواد غذائية ماكو، أي شيء ماكو. قرية أكو بعض العوائل تتريق لا تتغدى ولا تتعشى، ثق واعتقد بالله. المعارك المستمرة خلفت وراءها نحو 150 عائلة نازحة بدأت تعد الساعات وأصوات الانفجارات على أمل حسم سريع للمعارك.